نتابع ردود الفعل القوية والتصريحات المنددة لما أقدم عليه الرئيس التونسي والذي وصف بالتهور السياسي والدبلوماسي، موقف مشين من قيس سعيد هو في الواقع إهانة أضرت بمشاعر المغاربة والتونسيين. المتابعة في الورقة التالية لسعيد أجانا. انتحار سياسي، هكذا وصف عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء هيئات نقابية تونسية خطوة استقبال قيس سعيد لزعيم ميليشيات البوليساريو ليضرب بعرض الحائط كل الثوابت الدبلوماسية والعلاقات التي تجمع المغرب بتونس. تونس كان دائما عندها موقف ثابت بالمسألة وتقف على الحياد، لأنه ولا مرة دخلت بطريقة ألا تخلي أنه تميل الكفة إلى الجزائر أو إلى المغرب، وبالتالي كانت مواقفها دائما حيادية. يبدو أنه بمناسبة انعقاد هذه القمة الإفريقية مع اليابان، تونس خرجت عن الحياد التقليدي. نتمنى أنه هذه ربما فرصة لتوحيد المغرب الكبير وتجاوز كل المشاكل وكل العقبات وكل يعني الخلافات، لأنها في الأخير ليست من مصلحة الشعوب. رفض واستنكار كبيرين لخطوة سعيد، خطوة اعتبرت غير محسوبة سياسيا وبعيدة كليا عن الأعراف التقليدية والدبلوماسية للدولة التونسية. ما جرى هو حادث مؤسف في الحقيقة، فيه خروج عن الأعراف التي اعتدنا عليها، ونحن نعتقد أنه يجب تجاوزها في أقرب وقت، ويجب أن لا تؤثر على العلاقات الأخوية. يعني أشعر بالأسف والحزن أن يحدث ما حدث. خيار سياسي يبرهن على اختلال كبير وفشل ذريع في بناء رؤية دبلوماسية تونسية ترتقي إلى مستوى التاريخ السياسي لدولة تونس.